كريم العطايا طالبك يا كريم، تحفظ الدار بأمرك يا عزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المتابعون المشاهدين الكرام عبر شاشات قناة الريان، تحية طيبة مرة أخرى لحضراتكم من هنا في ميدان الشحانية في هذا اليوم، يوم الأحد الثاني من أكتوبر لعام 2016، حيث نبدأ في هذا الصباح مع أشواط اللقاية في مسافة 4 كيلومترات هجن أصحاب السمو الشيوخ والسعادة. نتابع هذا الشوط 12 آخر أشواط القعدان في هذا الصباح، آخر أشواط القعدان ننطلق مع هذه المجموعة الكبيرة لنبدأ مباشرة مع المركز الأول ومع الصدارة. مصيحان يحتل المركز الأول ويتقدم لسعادة الشيخ علي بن عبد الرحمن بن حسن الثاني، ينطلق بالمركز الأول وعلى الصدارة وعلى مقدمة الشوط، يليه مباشرة من الجانب الآخر شعار هجن الشحانية مع تقدم متعب على المركز الثاني، شعار هجن الشحانية بمتابعة سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. المركز الثالث يتقدم شعار سعادة الشيخ عبد الرحمن بن جاسم بن عبد العزيز بن جاسم الثاني مع الباز على المركز الثالث، عبد الهادي بن علي بن ناصر الغيثاني المري في المتابعة وفي تضمير، رعد على المركز الرابع من الجانب الآخر عليه الرقم 1 ويحمل شعار أحد ضيوف من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم، عبد الله بن نايف الهاجري. المركز الخامس الشعار الأزرق يتقدم سبرايت. سعادة الشيخ ناصر بن مبارك بن عبد الرحمن بن حمد الثاني، مسفر بن محمد بن مسفر بن محميد الجربوع المري. المركز الخامس وين وصلنا؟ عند شعار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم اللي تأخر قليلا وهو رعد، يتابع عبد الله بن نايفة الهاجري. هذه النتيجة الأولى، أول نداء لهذه المجموعة. المجموعة الأولى في هذا الشوط، ونتابع هذا التقدم المميز اللي يحمل متعب لهجن الشحانية مع سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، أحد خبراء التضمير وأحد المميزين وأحد عمالقة التضمير. سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي نار على علم أبو محمد، أحد المميزين، شبابنا المميزين اللي قدم مع هذا الشعار العملاق الكثير والكثير من السبق المعروفات. أول هن الجزيرة كانت مرافقة وصديقة لهذا المضمر العملاق، الجزيرة التي خاضت وأيضا فازت برموز ذهبية مع شعار هجن الشحانية، بعد ذلك خود وارتياد. يا سلام، الله، سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي هذا هو ينطلق متابعا لمتعب اللي يحمل صدارة ومقدمة هذا الشوط. لكن المركز الثاني سباريت على المركز الثاني لسعادة الشيخ ناصر بن مبارك بن عبد الرحمن بن حمد الثاني، مسفر بن محمد بن مسفر بن محميد الجربوعي في المتابعة وفي التضمير. المركز الثالث مصيحان سعادة الشيخ علي بن عبد الرحمن بن حسن الثاني. المركز الرابع يتقدم شعار هجن الشحانية، شعار تغريد يتقدم، هذا هو شعار الشحانية، يتقدم مع كفو سالم بن فران المري في المتابعة وفي التضمير. المركز الخامس شعار المركز الخامس هنا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم مع عبد الله بن نايفة الهاجري. الله، ولعت القعدان في هذا الموقف، سباريت على المركز.
المركز الأول، اسم مميز ولكن كفو 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 على المركز الأول، يغير ينطلق، كفو على المركز الأول، كفو يا سالم يا بن فران، يقدم كفو بشعار هجن الشحانية، ينتزع الناموس وينتزع المقدمة انتزاعا موفقا مع هذا الفوز. هذا هو كفو، تهانينا والناموس لهجن الشحانية، تهنئة لسالم بن فران المري من قاده بكل ثقة إلى خط النهاية، تهانينا والناموس. سباريت على المركز الثاني، سعادة الشيخ ناصر بن مبارك بن عبد الرحمن بن حمد آل ثاني، المركز الثالث مصيحان سعادة الشيخ علي بن عبد الرحمن بن حسن آل ثاني، المركز الرابع الأسد سعادة الشيخ عبد العزيز بن فهد بن عبد العزيز بن حمد آل ثاني، المركز الخامس ولا الرابع؟ الخامس، المركز الخامس متعب لهجن الشحانية مع السلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. أيها الإخوة المتابعون، توقيت كفو صاحب المركز الأول 6:19، 4 أجزاء من الثانية، تهنئة لهجن الشحانية والمضمر سالم بن فران المري، 6:20 وفاء وتماما توقيت صاحب المركز الثاني سباريت، وملكية لسعادة الشيخ ناصر بن مبارك بن عبد الرحمن بن حمد الثاني بمتابعة مسفر بن محمد بن مسفر بن محميد. المركز الثالث وصل مصيحان لسعادة الشيخ علي بن عبد الرحمن بن حسن الثاني، تهانينا والناموس. التوقيت الزمني 6:23، 3 أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس. متابعينا